الاستاذ احمد السيد هيقول لنا استعدادات الاهلي، لان الاهلي يستعد على قدم وساق وبشكل قوي جدا لمباراه الاحد امام نادي. طبعا احنا قلنا معاكم امبارح ان محمد شريف سيغيب عن انبي بناء على الاتفاق المبرم ما بين الاهلي وانبي. النهارده بنقول عن انبي بناء على الاتفاق المبرم ما بين الاهلي وانبي. النهارده بنقول لكم ان في اصابه حصلت لاحمد لاحد لاعبي الاهلي في التدريبات، هيقول لي احمد. وحمدي فتحي زي الفل، يعني حمدي فتحي زي الفل، والكابتن سيد عبد الحفيظ اكد انه سيشارك في المباراه. الاهلي عنده مشكله في خط الدفاع، ولكن خلينا نعرف من احمد السيد، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، بشكركم والله. خلينا نعرف من احمد السيد يعني ايه اللي بيحصل مع مستر فايلر ولاعبيه استعدادا لمباراه انبي المهمه جدا جدا جدا. احمد الشيخ اتصاب النهارده، وحمدي فتحي قالوا انه زي الفل. خلينا نعرف كواليس التدريبات والاستعدادات، يعني النهارده الجمعه التراي ماتش كما يطلق عليه اهل الكره، والسبت الاهلي هيبقى تمرين خفيف ويذهب الى معسكره كالعاده. الاهلي يعسكر فقط ليله المباراه ثم يلتقي يوم الاحد انبي. يا استاذ احمد، استعدادات الاهلي، وطمنا على احمد الشيخ، وكمان تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الخاصة بحمدي فتحي وأنه جاهز للمباراة. نصر، في البداية بس بحييك طبعا، وبحيي كل الناس اللي بتتابعك في كل مكان. يعني ربنا يخليك أبو حميد. خلينا نبدأ زي ما حضرتك بتقول بحمدي فتحي. يمكن حمدي فتحي شارك في المران بمنتهى القوة، وتصريح مهم من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومن اللاعب نفسه عن جاهزيته. يمكن حمدي فتحي قال انا جاهز لمباراه انبي، وهنبدا بدايه قويه ان شاء الله في بطوله الدوري العام. كمان حمدي فتحي اتكلم وقال انه بيتمنى الفوز في لقاء انبي اللي بيجمع الفريقين يوم الاحد القادم في 8 مساء، ويتمنى كمان الفوز والتتويج بدوري رابطه الابطال الافريقيه مع النادي الاهلي. فحمدي فتحي جاهز لمباراه انبي. يمكن انا وضحت مع حضرتك ان هو عمل مسحتين، المسحتين الحمد لله الاثنين سليه، شارك في المرام، ما فيش اي مشكله، جاهز للقاء انبي مليون في الميه. بالنسبه لاجاييه برضو خلينا نوضح، لان البعض قال ان كان في كدمه خفيفه. اجاييه بيدي المرام بشكل مميز جدا، كان ليه تصريحات برضو للموقع الرسمي للنادي الاهلي، يعني بعد احتفالا واحتفاء بمرور 4 سنوات على تواجده في القلعه الحمراء، فاتكلم وقال ان سعيد بالتواجد داخل النادي الاهلي، نفسه يرد الجميل لجماهير النادي الاهلي بالفوز بدوري رابطه الابطال الافريقيه. كمان قال ان الفريق جاهز لبطوله الدوري العام، وهو على المستوى الشخصي منتظر بشغف كبير استئناف الدوري العام. أوجاييه لعب مع النادي الاهلي 126 مباراه رسميه، سجل 35 هدف، ساهم في 24 هدف، يعني كانت صفقه مميزه للنادي الاهلي عندما جاء أوجاييه في اغسطس 2016 قادما من الصفاقسي التونسي. بالنسبه للمران، يعني يمكن الاهلي ادى مران مميز جدا، ويمكن خلاص الاهلي هيتم استكمال التدريبات صباح الجمعه، علشان زي ما حضرتك قلت يبقى في مران يوم السبت في نفس موعد المباراه او قبلها بساعه، والدخول في معسكر مغلق ليله المباراه. يمكن الملفت في النظر في المران محمود وحيد اصيب بكدمه قويه شويه في يعني القدم، ده كره مشتركه مع احمد الشيخ، الاثنين يعني يمكن عانوا شويه، ولكن المشكله ان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق اشرف على علاج الثنائي، لكن الاثنين رجعوا بعد كده وشاركوا. يمكن احمد الشيخ تاثر بعض الشيء، ولكن في المجمل محمود وحيد واحمد الشيخ خلينا نقول الاثنين بشكل كبير الثنائي جاهزان للقاء انبي. نفس القصه ايمن اشرف اللي ظهر بمظهر جيد جدا، حراس المرمى ينقل ميشي القدم في مرام مميز، سواء شريف اكرامي ولا الشناوي ولا علي لطفي ولا مصطفى شوبير، كل ده كانت الامور مثمره جدا جدا، عملوا تراي ماتش وتقسيمه قويه بين اللاعبين. يمكن مستر فايلر اوقف التقسيمه اكثر من مره، وواضح انه بصوت عالي كان يوجه اللعيبه في بعض الجمل الفنيه والخططيه اللي هم بيشتغلوا عليها منذ ايام استعدادا لتطبيقها في مباراه انبي. ياسر ابراهيم بيأدي جلسات العلاج الطبيعي وبيستكمل برنامجه العلاجي اللي من المفترض غيابه طبعا عن لقاء انبي للاصابه. لكن اعيد واكد برضو احمد الشيخ اصابته كانت في نهايه التقسيمه، ولكن الدكتور خالد محمود اكد لنا ان شاء الله ما يكونش فيها مشكله يعني في عقلي، يعني ان هو يقدر يلحق لقاء انبي في الدوري العام.
طيب ده مهم جدا يعني كده الحالة يعني. بس يا أحمد الأهلاوية قلقانين، عندك خط الدفاع في مشاكل يعني، هل عندك أخبار من الناس يعني؟ الراجل اللي هيلعب إزاي؟ إحنا عارفين هيبدأ بمحمود متولي، ولكن برضه خليني اقول برضه الدنيا متكعبلة شوية في ظل الإصابات دي يا أحمد، ولا أنت مش معايا؟ انا معاك في ده، لان برضه خلينا نقول رامي ربيعه هيغيب لحصوله على الايقاف، ياسر ابراهيم مصاب بجزع في الكاحل هيقعد حوالي 3 اسابيع، سعد سمير، فطبعا اكيد سعد سمير طبعا استمراره موجود ومكمل لسه مصاب. أحمد فتحي، فاعتقد احمد فتحي جاهز للمشاركه، مفيش مشكله، واحمد فتحي يقدر يلعب باك يمين ويقدر يلعب كمان مساك، يعني في قلب الدفاع بيقدر طب يعملها. محمد هاني جاهز؟ محمد هاني جاهز مفيش مشكله، كده يمكن ممكن، يعني كده يبقى ممكن يستفيد بأحمد فتحي في الحتة بتاعته، يبقى فيه هاني ويستفيد بيه، يسدد بيه العجز اللي عنده ده من وجهة نظري يعني، إذا كان هو ده نيته يعني. وهو وارد، صح، وهو وارد وجرب الاثنين على فكره في نفس المركز ده علشان يقدر يستفيد بيهم، لكن يعني في نفس الوقت النادي الاهلي ايا كان مين اللي بيلعب يقدر يشتغل بشكل كويس. ايمن اشرف بشكل كبير ان شاء الله نطمن عليه كمان في مران الغد بشكل واضح فيقدر يلحق، لكن انا معاك، وده اللي خلى لجنه التخطيط لو حضرتك تتذكر الخبر اللي قلته من 2 3 ايام تبدا تفكر في تدعيم مركز قلب الدفاع. مستر فايلر ممكن يكون تفكيره ان دي ظروف في الفتره الحاليه فبيأجل الملف شويه، يعني مع استئناف بطوله الدوري العام، لكن خلينا نقول طبعا في بعض المراكز في النادي الاهلي محتاجه تدعيم، قلب الدفاع مع الاصابات امر يعني بيقر يعني يقلق الجهاز الفني مفيش شك، لكن الاهلي اعتقد مباراه انبي هيعاني شويه على النواحي الدفاعيه، لكن زي ما حضرتك قلت في حلول مستر فايلر يقدر يستخدمها في هذا المركز يعني. يعني بتفق معاك في ده عموما يعني، بنحب نطمن الاهلي، بنطمن على حال الاهلي، عشان الاهلاويه اللي معانا عشان ندي كل ذي حق حقه. طب هل لديك اخبار اخرى في النادي الاهلي؟ نوضح برضو ارجاي ليه الحق المشاركه، لان البعض كده ردد ان ارجاي موقوف ومش هيقدر يشارك، لا ارجاي يقدر يشارك مفيش اي مشكله، هو بس الايقاف اللي كان حدث فيه في مباراه السوبر في الامارات خلاص العقوبه انتهت، هو تم ايقافه مباراتين وبالتالي يقدر يشارك. ياسر ابراهيم هو كده كده عنده اصابه وبالتالي مش هيقدر يلعب يعني، لكن في كل الاحوال ارجاي جاهز بالمشاركه مفيش اي مشكله. يمكن رمضان صبحي هو النادي الاهلي بيستعجل ان هو ياخد موافقه كتابيه علشان رمضان صبحي يقدر يشارك بشكل واضح في لقاء اندي، يمكن رمضان صبحي الموضوع يعني مش عايز اقول متكعبل، لكن يمكن حتى تصريحات المهندس عادل قيم مستشار لجنه التعاقدات والتسويق هو قال ان احنا حتى هذه اللحظه ما وصلناش لصيغه اتفاق مع فريق هيدرسفيلد الانجليزي، رغم ان الاتحاد الدولي ادى احقيه للاعب والنادي ان يكون في تفاوض والاتفاق، لكن في نفس الوقت الاهلي بيحاول خلال الساعات القادمه يوصل لصيغه اتفاقيه وتكون دوكيومنتد او موثقه علشان يبقى في احقيه للاعب انه يقدر يعني يستكمل مباريات الدوري العام مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه. اعتقد النادي الاهلي لا حديث يعلو فوق الاستعداد للقاء انبي، لان زي ما حضرتك اكدت ده بدايه مباريات الدوري العام بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مستر فايلر في كلامه مع اللاعبين ضروره التركيز منذ البدايه، الدوري لم يحسم بعد وبالتالي الموضوع الاهلي مركز فيه منذ البدايه، واعتقد النادي الاهلي البدايه القويه في الدوري العام هتكون مهمه. النادي الاهلي بمناسبه رمضان صبحي يسعى لضم اللاعب نهائيا، هو ده اللي النادي الاهلي بيتكلم فيه. برضه مهم اكيد اتكلم يعني على السوشيال ميديا تصريحات الكابتن مصطفى يونس، يعني اكيد اثارت الجدل خلال الفتره الاخيره، كابتن مصطفى يونس له منا كل التقدير واحترام، ولكن دايما ظهوره وكلماته يعني يمكن هو اتكلم شويه على قناه النادي الاهلي، هاجم شويه هاني العجيزي، هاجم شويه يعني خالد بيبو، يعني حتى هاني العجيزي رد في بوست من البوستات قال كامل التقدير والاحترام طبعا، لكن انا فعلا ممكن اكون لعبت فتره قصيره للنادي الاهلي، بس الحمد لله عارف يعني قيمه النادي الاهلي كويس جدا وتربيت وتعلمت فيه عمري. بس عايز اسالك سؤال يا احمد، عايز اسالك سؤال في الملف ده يعني، اعتقد في كل مره كان الاهلاويه لا اما يغضوا البصر لا اما يفوتوا، المره دي زعل زياده، وكأن الكابتن مصطفى يعني يونس مع احترامي ليه لم يستمع إلى نصائح الجميع، وكانت هذه المرة القشة التي قسمت ظهر البعير.
فيعني هل تتفق معي ان الزعل المرة دي كان زعل جامد جدا جدا جدا، ربما الكابتن مصطفى نفسه لم يكن يتوقعه زي سابق المرات؟ يعني الزعل الاهلاويه وصفحات الاهلاويه ونجوم الاهلي على فكره وزمايل الكابتن مصطفى، النهارده ناس كتير اتكلمت معايا، الزعل المره دي واضح قوي 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 قوي، ويمكن في بعض منهم قال لي انا زعلان منك لانك متعودين منك انك تقول كلمه الحق ومنتظرين رايك. فانا اول ما كنتش عايز اتكلم امبارح، ولكن عايز اقول للكابتن مصطفى، يا كابتن الزعل المره دي زعل شديد، لان الاهلي يعرض في حاليا معرض لحمله شرسه للقضاء على الاهلي واسطوره الاهلي محمود الخطيب ونجوم الاهلي زمايلك. المره دي مش عارف برضه، عايز اخد رايك، المره دي الزعل كسر كل حاجة ونسف العلاقة اللي بينك ما بين الأهلوية، لأن حتى لو أنت مختلف وأنا أعرف إنك تحب الأهلي على طريقتك وأنت بتقول اللي أنت عايزه وراجل طيب القلب وتمام التمام، ولكن في التوقيت اللي الأهلي بيتقطع وبيتشتم والخطيب بيتشتم، حتى لو أنت عندك حاجة كان من المفترض ألا تخرج في هذا التوقيت. يعني لا اما الصمت لا اما المسانده، لاني انا وابن عمي، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. يعني انت المستفيد الوحيد من تصريحاتك هو الزلنطحي، وانت جئت وضربت بخنجر تالم في ظهر كل الاهلاويه، وانت تعلم ان الزلنطحي يهين رموز الاهلي ليل نهار ويهين كيان الاهلي ليل نهار. فعشان كده الزعلة المرة دي كانت زيادة قوي، وما اعتقدش زعلة فيها رجعة، كان كل مرة في رجعة، لكن الزعلة المرة دي كبيرة قوي. هل انت تتفق معايا في التحليل اللي انا بقوله ده؟ اتفق معاك يا استاذ عبد الناصر، خصوصا كمان ان الكلمات المره دي موجهه للكابتن محمود الخطيب، موجهه لبعض هو العديد وجه هو وجه نقد هو وجه نقد كتير قبل كده للكابتن محمود الخطيب، ولكن انا بقى شفت، انت لما تكون انت بتعمل عمليه وقلبك مفتوح، عمليه قلب مفتوح، وكل حبايبك حواليك عشان خاطر ينقذوك وينقذوا قلبك، ففجأة يجي حد في فترة ما انت بتعمل النقاهة وقايم وستنتصر على المرض بتاعك، تجي لك طعنة تخلي اللي فتح قلبك وجرحك هو الوحيد اللي فرحان فيك لانه نجح، اخوك يعمل لك انتكاسة اثناء مرضك. ففي كل مرة بيتكلم عن الخطيب وفي كل مرة بيتكلم عن الاهلي، ولكن ما كانش بيبقى رد الفعل بعنف ده، لأن الموضوع متكرر. وأتفق معاك إن التوقيت يعني غريب شوية ومختلف شوية، وإن أنا أسيء مثلا لحد زي كابتن خالد بيبو ومدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، أقول إن هو ما يعرفش الكورة مدورة ولا مبططة، يعني إيه المشكلة؟ حتى لو أنا هأنتقد، أنا ممكن أنتقد سياسة، أنتقد بدون يعني الهجوم أو التجريح في الشخصيات بعين، يعني هو لو كابتن مصطفى يونس عايز ينتقد بعض العاملين في قناه النادي الاهلي كان ممكن يتكلم ان هو في بعض العاملين كان شايف ان في اختيارات غير موفقه في بعض الاشخاص، كان شايف، لكن هو دايما الناس بتزعل من الكابتن مصطفى يونس لانه بيهاجم اشخاص بعينها، دايما الناس المنتظره من تواجد في النادي الاهلي وقعد سنوات عمره في النادي الاهلي من المفترض انه يكون من اكثر المساندين للكيان، مش يجرح فيه سواء في رموزه او بص يا احمد، يا احمد بص، ليس هناك أي مبرر لهذا الهجوم في هذا التوقيت. على فكرة في زملكاوية، زملكاوية بيعشقوا محمود الخطيب زي ما بيعشقوا حسن شحاتة، النهاردة كلموني كانوا في منتهى الزعل، والكل متفق إن يعني قدم الكابتن مصطفى على طبق من ذهب، يعني هدية لزلنطحي ما كان يستحق. يعني انا بصراحه زملكاويه كلموني، والله العظيم زملكاويه كلموني زعلانين بشكل كان صادم بالنسبه لي. طبعا، لان كل الاهلاويه
يعني متضايقين جدا 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 من اللي بيحصل ده. كل الاهلاويه متضايقين من ان المفروض حد يعني من المفترض زي ما بقول لحضرتك هو من ابن نبدا النادي الاهلي ان هو يتكلم الاسلوب ده على رئيس النادي الاهلي وعلى بعض اللعيبه في النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي وعلى بعض العاملين في قطاع النادي الاهلي. اعتقد الموضوع صعب جدا. وده على فكره بالمناسبه كل السوشيال ميديا كاتبين هذه التصريحات وكاتبين يعني بدون يعني خلينا على سبيل المثال صفحات وجروبات كتيره للاهلي وعشاق الاهلي قهوه استاد الاهلاويه للاهلي جمهور يحميه اهلي اونلاين جرانيتا اهلاويه منطقه جماهير الاهلي كل قهوه استاد الاهلاويه كل دول بيتكلموا يعني ازاي بتتكلم في الموضوع ده ازاي انت مش شايف الموضوع ده وحاطين صور للكابتن طبعا مصطفى يونس وبينتقدوا فيه حتى ايحاءاته على ان الكابتن مصطفى عبده صابر وما اتكلمش ولو عندي كلام كتير هقدر اقوله لمصلحه مين يعني لمصلحه مين هذا الكلام وهذا التفكير. طبعا كامل التقدير والاحترام للكابتن مصطفى يونس انت عارف احنا بنحترم الكل ولكن احنا بننتقد تصرف بننتقد تصريحات في غير وقتها واستخدم الفاظ في غير محلها. فيعني يمكن جماهير النادي الاهلي حزينه حزينه انا بقولني للموضوع بمنتهى الامانه النهارده صفحه عشاق الاهلي متضايقين كل الصفحات مش عايز اقول كله قال ايه لان الناس في الاخر يعني بصراحه خلينا نشكر كل جماهير الاهلي على السوشيال ميديا برضه زي عبد الناصر الشيء بالشيء يذكر لان الناس دي ليها ردود ايجابيه في حمايه النادي الاهلي. الناس بقى اللي بتتكلم صفحات مهجوره ولا صفحات مدفوعه يعني يمكن الفتره الاخيره واضح ان الناس دي بتحب النادي الاهلي وبتشتغل بجد وبتجتهد بدون ما يكون في اي هدف. ناس بتحب النادي الاهلي وبتتفاعل مع كل من يساند ويوادع من النادي الاهلي في نفس الوقت بتأدي دور انتقاد بمنتهى الادب والاحترام لكل من بيهاجموا النادي الاهلي بشياكه يعني. فالناس الاهلاويه اكيد زعلانين اللي عمله الكابتن مصطفى يونس من وجهه نظري الشخصيه يستحق الاعتذار وما يزعلش مني لكن بمنتهى الاحترام كان النادي الاهلي كبير ولا يستحق منا التجريح يعني. أشكرك شكرا جزيلا أبو حميد شكرا جزيلا شكرا جزيلا.